بس الاهلي ده طبعا في الاول وفي الاخر ده بيتي، ده اللي انا اتربيت فيه، فانا طبعا مفيش اي خلاف بيني وكابتن الخطيب، ده كابتن الخطيب على دماغي طبعا. كواليس خطيره في رحيل حسام عاشور، انا عشت في الاهلي اكتر من بيتي، فانتم اسرتي الحقيقيه. كان نفسي اكمل واحقق بطولات اكتر، وفايل قال لي انا مش عايزك وهو سبب رحيلي. بعتذر للخطيب وجماهير الاهلي، ولو رجع الوقت مش هعمل اللي عملته واعتزل في الاهلي. حسام عاشور قائد ونجم الاهلي السابق يخرج عن صمته، بيكشف لاول مره تفاصيل رحيله عن الأهلي وسر اعتذاره لمحمود الخطيب. كل الأسرار والكواليس اللي حصلت في أوضة اللبس وفي الغرف المغلقة هنعرفها النهاردة في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ الحكاية في موقع بصراحة. حسام عاشور أسطورة من أساطير كرة القدم في مصر، صحيح ما خدش حقه مع المنتخب، لكن في الأهلي كان نجم النجوم وملك متوج في التتش، كان اللاعب